خلال 83 يوما على العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، ارتقى من أبناء شعبنا نحو 22 ألفا من الشهداء، وأصيب بجراح أكثر من 56 ألفا، أغلبهم من النساء والأطفال، إذ تجاوزت نسبتهم 74%. كما أن هناك أكثر من 9000 مفقود تحت ركام البناء الذي هدم، وتحت المساكن التي دمرها القصف النازي المجرم، وتمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى هؤلاء المفقودين في جرائم حرب متعددة متجددة أمام مرأى ومسمع العالم. لقد ارتكب هؤلاء النازيون الجدد خلال الساعات ال24 الماضية أكثر من 20 مجزرة مروعة بالسلاح الأمريكي وبالذخائر الأمريكية، وأبيدت فيها عائلات بأكملها، وكلهم مدنيون ونازحون. وارتكبت هذه المجازر في بيت لاهية وجباليا والمغازي والبريج وخان يونس على امتداد قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، وارتقى خلالها فقط 300 شهيد و400 جريح. وهو إذ يرتكب هذه الجرائم فإنما يتعمد ذلك عن قصد وإرادة، لا تقتصر هذه الإرادة وهذا القصد على المجرمين من ساسته وقادته العسكريين، بل تتعداها إلى الجنود في الميدان. لقد صدق العالم كذبا روجه الاحتلال الصهيوني في بداية هذا العدوان يوم 7 أكتوبر، عندما ادعى دون دليل زيفا وعدوانا وبهتانا أن أطفالا قد قطعت رؤوسهم وأن نساء قد اغتصبن. ورغم اكتشاف العالم كذب هذا الزيف وهذا الافتراء، لكنه لا يتوقف مطلقا أمام جريمة ترتكب بأدلة حية ومباشرة ومثبتة يقوم بها قادة هذا الكيان وجنوده على حد سواء. وإمعانا في جرائمه النازية، فقد سرق الاحتلال الفاشي جثامين 80 من الشهداء من مناطق متفرقة من قطاع غزة، من مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد قيامه بنبش القبور وإخراج الجثث والعبث بها وسرقة أعضاء الشهداء. ثم لم يكن من دور للصليب الأحمر سوى نقل الجثامين وتسليمها دون أي بيانات بشأنها، وكأن شيئا لم يكن. إننا نطالب الصليب الأحمر بتوضيح كامل كيف يستلم هذه الجثامين دون أي معلومات عن هوية هؤلاء الأشخاص وعن كيفية استشهادهم وعما جرى معهم، وكأنه يبدو شريكا في هذه الجريمة.